اهلا وسهلا المشاهدين الكرام في كل مكان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والاقارب ديالكم، العائلات ديالكم، الاطفال ديالكم كذلك، وجيرانكم كذلك. اذا سحب غريبه لزينات يعني السماء مدينه وطات الحاج ببولمان، كما كتشوفوا يعني في الصوره، هكذا كانت يعني سماء مدينه وطات الحاج التابعه ترابيه الاقليم بولمان. الامر اللي لقى يعني اعجاب وانبهار كل من شاهد الصور اللي جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب، واتق عدد يعني كبير من النشطاء بالمنطقه صور وفيديوهات لاكدات يعني حقيقه ظهور هذه السحب، يعني اللي هي نادره واللي سميتها يعني معروفه باسم السحب العدسيه. هذه السحب العدسيه اللي ظهرت يعني بوطات الحاج هي مجموعه من السحب اللي على شكل يعني العدسه المحدبه، وكتتاخذ يعني الشكل اللوزي احيانا، وهي عباره من غيوم ثابته يعني كتشكل في الغالب من طبقه التروبوسفير يعني في محادات عموديه مع اتجاه الرياح، واحيانا كتاخذ هذه السحب الداكنه اللي كتكون يعني في طبقه الستراتوسفير السفلى ايضا على اشكال يعني سحب عدسيه. ونظرا يعني لمظهر السحب العدسيه الفريد، فقد تم اقتراحها يعني كتفسير لبعض مشاهدات يعني الاجسام الطائره المجهوله. يعني كان هذا خبر يعني جميل من مدينه وطات الحاج التابعه يعني ترابيه لاقليم بولمان. كما كتشوفوا يعني صور رائعه، حتى المواطنين والمواطنات انبهروا يعني من هذا الشكل الرائع والجميل. موعدنا في لقاء اخر وفي خبر